اي زوجة بتتمنى بنتها او ابنها يبقى في احسن مدرسة. مصاريف ايه؟ مش مهم. فلوس ايه؟ مش مهم. كتب ايه؟ مش مهم. الاب يدفع كل حاجة. وهو كده لو ما راحتش هيبقى يوم انت عارف الاب غلبان وانتهى الموقف على كده. نجم الفقرة دي سحر جلال. كيجستانو بيترانو ابرزستيتيكاز. هنبدأ الاختبارات. أول حاجة الغنى، اتفضل. الغنى إيه بيه؟ حضرتك تغني. أنا أغني ولا أدب يبدو في المدرسة؟ حضرتك لازم تغني لأن الوراثات الجينية بتنتقل للابن، فلازم السنيورة تطمن على ابن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض البصير فورا. أي دمعة حزن لا، أي لحظة حيرة لا، عايشين عايشين سنين أحلام، دايبين دايبين في أحلى كلام. كويس كده بيه. برافو برافو. الرياضة مهمة جدا زي ما السنيور قال. حاول أي حاجة كده، دي أي حاجة مش هتخلص من الدورة. ربو مستحيل طبعا ان انا راح اطلع على العجله وفي مره ده العب رياضه هي. عشان خاطر بقدم لابني اجي العب رياضه. مستحيل كده يا بيه، في ايه بالظبط؟ انت رجعتي بيت الرياضه براك. كلمه سنيوره، كلمه سنيوره، كلمه سنيوره، كلمه سنيوره. رد 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 أرجوك يا مدام. أنا سبوزا سبوزا حضرتك مش عارفة بسيب بس قولي لها سبوزا أو حاجة. مستحيل طبعا أنا أعرف سبوزا. إيش أسامي؟ إيش أسامي؟ بابا كده كويس خلاص. السنيورة هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوا. دي رشطان سبوزا سنيورة. اتفضل مستر طه. الحمد لله. إيه ده بيه؟ بامبرز. بامبرز إيه؟ ليه يعني؟ عشان حضرتك التمرين. عملت دي تمرين، أعمل تمرين تاني؟ اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا اصلا، ومش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي. ضروري على فكره ده دي براش دي كتير بتبمبيرا. بتقول ايه دي؟ انت رشتاني انت يونس وقت كاتس في جرسانو. يعني ايه يا بيه؟ طيب يعني ايه السنور بتقول ده؟ انت بتعمل انا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ انا داخل اصلا الجيش انا. طه استحمل بيتري كريستيان. اوكي كلمة 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 سنور. امسك تفضل مستر طه. لا حضرتك سوري سوري انا مش عايز اعمل درايفر خالص اصلا هنا. انا مش عايز اقدم لابني. سيب ساعتك بتاع دي، سيب دي خالص. انا مش عايز ابني هنا. مش عايزين المدرسه دي. بتشتاتر هات الجزيره. شوف يلا يا مدام يلا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه يلا. مش ما ينفعش لازم كده. طب ده بس اتفضل حضرتك في ايه؟ خلصينا من الدور ده. هتقدم لنا ولا مش هتقدم لنا في المدرسه دي؟ يا بيه انت فين الراجل اللي كان هنا واخد الدوسات دي؟ بابي يا سنيورا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي مستحيل طبعا ان انا اعمل الحاجات دي. مستحيل طبعا. هتمضي حضرتك. مش عايز ابني، مش عايز ابني يروح المدرسه دي. تا تا لا تا تا ايه مش تا تا بيتي ليش تا تا؟ تا تا انا بقول له تا تا في البيت. مش تا تا ليش تا تا؟ مش تا تا ليه قلت لي بارك تا تا؟ وقفت حالنا اصلا. ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت قلت تبع التورينات دي مدرسه دي ولا جنينه حيوانات ولا ايه الموضوع بالظبط؟ فين الاستاذ اللي هنا اصلا قاعده في الاوراق دي؟ ام دي الورق عشان نمشي. انت ربنا بيسترك ثاني يا ربنا. يا باشمهندس تعالى خلصنا الموضوع ده.
ربي يرزقك ومش لا فاهمة حاجة ولا مديرة ولا فاهمة أي حاجة. إيه ده؟ إحنا جايين اختبار قاضي هنا ولا جايين اختبار إيه؟ ولا جايين مدرسة ولا جايين رياض أطفال ولا جايين إيه الموضوع بالظبط؟ في إيه؟ أنت مجنونة؟ إيه الكلام اللي إحنا فيه ده؟ بيت التنشر الساكت جدا 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 جدا. أنت أصلا عارف اللي بيقول إيه؟ بيت العسكري روح تشوف اللي بردني يا أستاذي. فين؟ ايه ده لو خدوا الجام خدوا الجام خدوا الجام رايف دايما في ايه؟ في ايه؟ اما بقى الاستاذة زيزي سالم والاستاذ سيد نبص بس خيري بروشن زيزي بجان شباني ايه كنت ناستروي ويجي يا ريت تعرفوا نفسكم يا سنيورة مدام زيزي مدام زيزي سيد سيد واضح ان انا ما بسمعش كويس عايز صوتك شويه سيد قول يبقى سيد يا ريت ري ري يوي بيتر يلو على الصوت فاين فور ري 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 باو هنبدا اول اختبار الغنى هتتفضلي حضرتك ولا الاستاذ غنى من ضمن الشروط ده حضرتك يا ادمانداتو بي مين اللي يغني انا ولا هو حضراتكم انتوا الاثنين احنا الاثنين ايوه طب ليه طب الفرد ما بنعرف طب نغني يعني نغني نقول ايه بربرتاتي بكتا كوجي برجر دي برسني رواليا عربي انجليزي اللي رايح حضرتك بس اغني ايه اغني ايه انسى عجرم مش حافظاها انت حكي قول لي على بالك حبيبي قرب بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص بس مش عارفة حاجة انتي تتع جابك يا مدام تتع زتع زيزي زيزي اجري كورتي تيرو شكرا زيزت يس شاك زيزت يس يبيرو تيراني نو فيكي مش بفهم مش بفهم الا عربي بشفاتي الغورتي برني الهديد انجليزي عربي انت سايبنا محتاسين كده يا استاذ زخاري عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمين مدام زيزيتا يا مدام زيزيتا يعني انا اللي حاجه بالعجله دي دكتور يفك برج برج كان استري كده اهو قول يا سيد مش معقوله يعني مش معقول عجله انا بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجله ربنا انا مش مقتنعه خلي بالك كل ده في صالحنا يعني دي نقاط في صالحنا اشتري هنا اشتري قول لي ازاي ازاي مدام زيزيتا وانا كمان لا 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 انت هوجي اني اريد ميرسي ميرسي بنهنيك على اختيارك لجوزك بتشكر فيه لانه رياضي جيجي تاروكي جيجي وان 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 تي اور تو بري يا مستر والنبي ربنا يخليك ما تسيبناش لوحدنا تي بارش انا مش معقوله يعني ليه مش معقوله ايوه مش معقوله احنا كبرنا يا حاجه دي يا عمك بنت ايه ما يا شغلانه يعني بتيرين ورين شغلانه انا ريت بتيترجم روبر ستاكس اه ايه عشان كده الحمد لله احنا فهمنا حاجه يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي هكي بوري كاري 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 اخ في حكايه سي ايه تاني انا اتخضيت معقوله كده بصراحه هي بتخضنا كده ليه مش سخري في بركه رسام يا يا ايه دي كمان بيت الاشتراني معقوله يعني بوري توروني يا زيزي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا ترابو كمان ترابو ترون برافو برافو يا استاذ زخاري ايه ده من منين فين الاستاذ زخاري كرستانو بيرو جاستيان يا استاذ زخاري ما اعرفش انا من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني وانت مش تبعك وانت مش تاكل الكاتر التاكل يا ست عرفتينا يا اسكندريه انا ما اعرفش الا العربي الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم مش معقوله كده قرفتينا تعبتينا فين العفريت بتاعك ده راحه تندهله ان شاء الله هتموت وهي بتندهله ايه ده راحه فين دي في ايه استاذه دعاء والاستاذ سيد نبص بس اخصمك واسيبك لا انت حبيبي ومنيا لدوبني والبعد عن هوايا بيت
أخصمك. برافو برافو برافو. حسن حسن شوفوش سنور عايز تسمع حضرتك وتقول يعني جبار في أسوته جبار. هيا بس يا فيرو نيرا فاك فار وانتو 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 مكاني حضرتك مش حافظ الجبار كمل اغنيه اللي بقولك. خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف ان النهارده تقدر عيون دي تقدر تخون بالشكل ده. هجيبكم بيتي الرجاتو برضو رجل بني بس زخاري يوريكم انتو فيديو ده باستينو من هنارو هنارو زخاري ويتر عشان انتو ريبو بيسو سيبا نادو انتو روزن لو ريبو بيرانو فوف فضل مستر سيد فضل ايه انتو طب الاختبار ده للبنت الصغننه هي اللي تعمل كده للطفله مش انا بامبينو بامبينو دي فوتي برشامينا فيها دي تاسك دي برنامو بيه ريجن ريجن ثاني ريجن ريجن حضرتك الاساس مش الطفله ارجوك ما تزعلش اتفضل ده تمرين مصر قوم يا رب يخليك بقى زكريا تاني سينيور اصل برانتو ايه ده المرحله الاخيره اتفضل طب ده كده عيب بقى بجد عيب لا 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 كده ما ينفعش انا مش هعمل حاجه زي كده لا 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 مش معلش عشان خاطري انت جننتي دي مملة معلش برافو دي بايخه وبارده قوي اه والله ليلتك سودا لو طلبت حاجه تاني اه انا بقى ليلتك سودا ايه انت مش فاهمه خالص ربي يا دعاء صراحه دعاء دعاء زفته دعاء دعاء زفته زفت. ايوه دعاء زفت على دماغك زفت عشان دي اساسا على دماغك انت ده انت ايه ده يا خالي يا خالي يا خالي مش يا خالي هيجيب ايه الزفاف ده مش يا خالي مش يا خالي وبكده نقول يا رب نتقابل بكره شكرا ليكم.